غضب يهودي عارم في كل إسرائيل، هجمات وتظاهرات بالآلاف واقتحامات لقواعد عسكرية من قبل أنصار اليمين المتشدد والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، إلى درجة أن إسرائيل وبحسب الصحف العبرية باتت تقف اليوم على حافة الحرب الأهلية. هي مشاهد شبيهة بالتي كنا نراها في دول الشرق، ولكن هذه المرة في قلب الكيان المحتل الذي كان يتهم بزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، فتحول اليوم إلى مادة دسمة لشماتة الشعوب العربية. فماذا يحصل؟ تعصيم بلخاء يا زلمه. بدأت الحوادث بعد أن اعتقلت الشرطة العسكرية 9 جنود احتياط في قاعدة سادي تيمان في جنوب فلسطين المحتلة بسبب قيامهم بإساءة معاملة معتقل فلسطيني بشكل خطير قبل أسابيع عدة في مركز احتجاز في القاعدة، وهذا ما أشعل غضب أنصار اليمين المتطرف الذين هاجموا القاعدة قبل ظهر أمس. وانفجرت الأحداث في المساء بعد اقتحام المئات منهم قاعدة بيتلد وسط الكيان المحتل. هذه العصابة يعني خرجت عن طورها، ولأول مرة في تاريخ الكيان يتم مهاجمة قاعدة عسكرية. كان يقود المهاجمين ليس متظاهرين، كان يقودها وزراء في الحكومة ونواب في البرلمان بين قوسين الكنيسة لدولة الاحتلال ومستويات قيادية مختلفة. عندما قامت الشرطة العسكرية بمحاولة تغطية على سلوك الجنود تجاه معتقلين فلسطينيين، هذه أحداث خطيرة يتعرض لها المعتقلين الفلسطينيين وغير مسبوقة، لم تحدث لا في غوانتنامو ولا في أي مكان في العالم. عندما فضحت إلى الإعلام أرادت الرقابة العسكرية أن يعني تغطي على الموضوع من الداخل من خلال التحقيق. لذلك نرى أن أعضاء في الحكومة وفي الكابينت يقتحموا ثكنة عسكرية. لا بد لنا من تعرية هذه السلوكيات أمام العالم ليعلم العالم الشعبي وليس العالم الرسمي يعني ماهية هذه الدولة ومن يقود هذه الدولة وإلى أين هم ذاهبون. الواقع المتوتر هذا شبهته صحيفة معاريف ببداية النهاية لدولة إسرائيل، وبات القلق لدى الخبراء والجنرالات والقادة الإسرائيليين ليس فقط من تفكك الجيش بل أيضا من تفكك إسرائيل نفسها. أما رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي فقال إن أعمال الشغب تضر بالجيش، وهي سلوك خطير يقترب من الفوضى ويضر بأمن الدولة. الآن الذي يحدث هو شروخ اجتماعية في كل الطبقات الاجتماعية في دولة إسرائيل. اليوم هناك شروخ أخرى لها علاقة ليس فقط في الأقليات وليس فقط بالقانون وليس فقط بالأقلية الفلسطينية، هناك شروخ لها علاقة بالأداء وبتحمل الأعباء. هناك شروخ ما بين الحريديم وبين العلمانيين وبين الصهيونية والدينية. عندما تحدثوا يعني أو سنوا قانون يهودية الدولة، يهودية الدولة تنص على أنه يعني هذه الدولة هي يهودية قبل ما تكون ديمقراطية، وهذه تعطي قوة للصهيونية الدينية لتتحكم بمفاصل الدولة. إذا ما تتبعنا تطور يعني الدول أو تطور الإمبراطوريات، إسرائيل تمر بالوضع الطبيعي أنها كانت في حالة صعود، يعني استقرت على القمة لفترة من الزمن، والآن شئنا أم أبينا شاءوا أم أبوا حاولوا أو لم يحاولوا هي في مرحلة النزول. اندلاع هذه الأحداث جاء في وقت كان يتحضر الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربة إلى لبنان وحزب الله، ما تسببت كما ادعى بإلغاء مشاورات عملياتية كانت جارية لتحديد الأهداف وطبيعتها التي ستستهدف. أوساط متابعة رأت عبر سبوتشوت أن إسرائيل على ما يبدو التقطت عدوى الرد في الزمان والمكان المناسبين بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار بشن أي ضربة موسعة على لبنان وتخوفها من رد الفعل، وهي تحاول تأخير أي عملية للبحث عن هدف لا يؤدي إلى حرب شاملة. نعتقد أنه حزب الله يعني حقق 3 بنود فارقة وهي لصالح حزب الله. البند الأول أنه بنى قوة تراكمية دولة الاحتلال تحسب لها 1000 حساب.
النوع الثاني والأهم أنه يعني خلق قوة ردع. النقطة الثالثة، نرى أن يعني اليوم الساحات لا تتفرج الواحدة على الأخرى، فإذا ما حدثت هناك مواجهة شاملة، أعتقد أن المواجهة ستكون في قطاع غزة، في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن. أنا أستبعد أن تقوم إسرائيل بمغامرة، هذه المغامرة أن تتجه فيها إلى حرب شاملة. قد تلجأ إلى يعني ضربة ليومين أو لثلاثة، لكن لا أعتقد أنها معنية بأن تذهب إلى حرب شاملة، ولا تستطيع حقيقة. إذن حال من التخبط والصراع يمر به الكيان المحتل، فالتطورات الحالية قد تكون لحظات تاريخية تعيشها شعوب المنطقة، وشرارة لانتقالها إلى مرحلة إقليمية مختلفة. فكيف ستتمكن إسرائيل من الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي بات يهدد وجودها